برنامج يتناول مواضيع حساسة جداً، تعدد الزوجات، ذوي الاحتياجات الخاصة، الحسد، العاملات الأجنبيات، تجيني بداية، تعارف عن طريق الفيس أو عن طريق هاي الجروبات، إنه ما يعلم بالغيب إلا الله. أوكي فقدت إيدي، تجيب الخدامة حتى في سبيل تطلع تشوف حياتها. المرأة على المرأة العراقية، ويعتمد بالكامل على طبيعة شخصية المرأة. ودائماً قناة الأم بي سي العراق تسعى في أن تلقي الضوء وبشكل واضح على القضايا المهمة في حياتنا.